خطوة هي الأولى من نوعها منذ 7 أكتوبر، اعترفت دول أسبانيا والنرويج وأيرلندا بفلسطين كدولة سيادية مستقلة، وجاء إعلان الدول الثلاث في يوم واحد على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 28 أيار الجاري. ففي أسبانيا أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الخطوة قائلا: نحن شعب مسالم، وهذا ما يظهره آلاف المتظاهرين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة. واتهم رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة تدمير غزة وبتعريضه حل الدولتين للخطر. tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. في النرويج، ورغم التحذيرات الإسرائيلية، قال رئيس الوزراء يونس غارستورا إن الهدف من الاعتراف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا أساسها السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن حل الدولتين من مصلحة إسرائيل. وأضاف: الاعتراف بدولة فلسطين دعم للقوى المعتدلة التي تقف في موقف دفاعي في صراع طويل ومروع. Regjeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina. Norges anerkjennelse vil tre i kraft 28. mai. Norge vil med det anse Palestina som en uavhengig, selvstendig stat med alle de rettigheter og plikter som dette innebærer. وقبل اعلان الاعتراف، قال وزير الخارجية النرويجي: اذا كان هناك مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوف جالانت عن محكمة لاهاي، فسنضطر الى اعتقالهما في حال وصولهما الى البلاد. تصريح الوزير الاوروبي جاء بعد طلب الحكومة الاسرائيلية الدول عدم تطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية. ودعت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية ما أسمته الدول الحرة إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل واستنكار ومعارضة قرار المدعي العام، وطلبتهم بإعلان عدم تنفيذ القرار بحال صدوره. أما في أيرلندا، فشدد رئيس الوزراء سيمون هاريس على أن شعب فلسطين يستحق مستقبلا مليئا بالأمن والسلام، مؤكدا أن لا مستقبل للنسخة المتطرفة من الصهيونية التي تغذي عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي. On the 21st of January 1919, Ireland asked the world to recognize our right to be an independent state. Our message to the free nations of the world was a plea for international recognition of our independence, emphasizing our distinct national identity, our historical struggle, and our right to self-determination and justice. Today, we use the same language to support the recognition of Palestine as a state. We do so because we believe in freedom and justice as the fundamental principles of international law, and because we believe that permanent peace can only be secured upon the basis of the free will of a free people. هذا الاعتراف أثار حفيظة المسؤولين الإسرائيليين، فتحركت وزارة الخارجية مباشرة واستدعت سفراءها في أيرلندا والنرويج وأسبانيا لإجراء مشاورات طارئة. وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن التاريخ سيذكر أن أسبانيا والنرويج وأيرلندا قررت منح ميدالية ذهبية للقتل من حماس وفق تعبيره، وشدد على أن إسرائيل لن تصمت عن هذا الأمر وستكون هناك عواقب وخيمة. ومنذ عام 1988 اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، وتجدر الإشارة إلى أن 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بالدولة الفلسطينية، وهي بلغاريا وبولندا وتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والسويد، إضافة إلى قبرص.